نفسي اعرف فوز. انا نفسي اعرف شو راح اسوي فخم هلا وكار على الكوخ، لانه انا مش عارف شو راح اسوي اذا في واحد مكبر لي على الكوخ، فراح اتعلم من فخم لانه ولا مره صارت معي انا، لانه الواحد بكبر لي على الكوخ بيعرف انه راح ما اخلي المسبه يعني. حلو، بس اول مره بش... أو... مو على فخم يعني. في حال في حال يا ساتر، لك عمر يا ابو فخيمه، لك واقف له على الكوخ وشاله قسما بالله اسطوره الك والله الك. بعد كل هذا يوخ حسده حسد خالتي. هاي هاي اوف 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 اوف. لا ابو فخيمه لا، لا ابو فخيمه لا، والله ما اترك ساحه. احس ابو فخيمه راح يلعب صراحه للاسف يعني. اقسم بالله انا بدال ابو فخيمه على هاي الضحك اللي سواها كره غير طلاق صا. بس الموضوع صعب والله ما اترك اخي من الاخير لابو فخيمه. هلا شوف انا اكيد يعني، انا اكيد يعني الميول للتمنيات لابو فخيمه يفوز الروم، بس احس كارا تحميله منور تحميله. لا 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 يا عمري يا عمري فخوم لك كفو. زنو زنو بيز لا اوكي على القطع. انتو بتعرفوا بحبوا الكارا، بس يعني ابو فخيمه يعني العاشق. ابو فخيمه عظيم اكيد عظيم ابو. لا بس اذا فاز كارا والله يعني عادي، والله العظيم بالعكس بتكون اسطوره والله. يا ساتر على السحبه يسعدنا فايت يسار اسطوره كارا والله شاله بطل والله بطل. شوف دمه شوف الخوذه معلم سلخت ننهد سلخت ننهد. كارا فوز على فخم بالحلبة وادخل التاريخ كارا. يا ويلي يا محمد يا لك شو رجعك، لك شو رجعك كارا ذكي ذكي انه عرف كيف راح يرجع يعني. انا مش فاهم كارا رجع ليش ما ادري، ممكن تحكي لي لين حصان. يا ساتر اوكي ابو خبت قدم فريق الواحد خلاص انت ماسك على هاي جراوند. هات لنشوف انتهى الروم نهائيا. ارمي فخم فخم راح للبصره. اوكي لما جبادي خفيف يعني كل محسوب تاخر بالرمي لانه اوكي هلا كل محسوب تمام الامور طيبه. ثلاثة الفرق كل واحد الفخم. التعادل لصالح كارا شباب، التعادل لصالح القديم من حلب عنا. عم يستناه ايه ذي انتظره. واو ولا طلقة شلون واو كارا. والله ما توقعت يبوش ياخذ كله ويرجع اقسم بالله كفو. عمر البيك اليسار فخم كارا في الاخير اسطوري والله الك اوف يا بطل فخم. انا شايف فخم لما يكمل ببلع ماتريكس اوكي هي مره واحده يعني قبل حكمت عليها قصدي خليه خليه يعني قصدي لما كل مره تاخر فريق الرد بروح يجيب التعادل والكل الوين. لا هو كل الاحوال راح يكون حلو. ارجع كم فخم بعد ما محمي والله فريق بعد ما محمي اكيد كان شفت سوا فات للعب على طول لعب اربع دقايق بالروم خمسه خمسه. واو كارا واو كارا وفايت اليسار ما ترك ما عم بدمجوا. اي والله مش ابو فخيمه اللي انا بعرفه ترى اخي من الاخير انا فزعت
ابو فخامه يعني في حال، في حال قصه، بس فين خسر ابو فخامه؟ يا وحش حلوه نفس الدمج تقريبا. نمت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء احلى تحميل عمي. لك كل الناس الدعم منها حلو الا 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 هذا الا بيعت حميد. اذا جاب هذا الشيء الكامل راح اجيبه، راح اجيبه. وات؟ حلوه فخم. يا وحش يا فخم. والله بعرف النزله بصراحه. كفو فخم. ستة ستة وثلاث دقايق بالروم. ماتريكس توقعاتك ماتريكس. فخم دائما وابدا من الاخير اخي. نقطة على السطر. يا عمري ال 300 الف تكبيسة. والله شكلها فيها مليون قبل ما يخلص، قبل ما تخلص الحلبة معناها. لا باذن الله بيها مليون. هي صعبة بس يعني 300 الف هلا واو مستحيل. كذا هذا عم الشباب طيران مو تكبيس. ثواني ماتريكس شوف شوف شوف. يلا. ابو فخيم اخوي ما عندي قدر اخذها. بالضبط. يا ويلي سبرايز يا زلمة. يعني حرفيا رمى بالوقت الصح. ايوه والله سبرايز رهيب. فاجأ. رجع على البصرة. مثل الفخم لما جاب الكل معلم نفس الشيء. أنا قلت لك توقعاتي، قلت لك أحس كارا اليوم راح يسوي شيء. يلا نشوف. اوكي يا بطل حلوة البيك برفخهم. اليوم الرومات مش طبيعية ماتريكس، اليوم الحلبة نار قسما بالله. أقوى حلبة حد لا مسويها ايس. رومات الرومات هذا مش طبيعية. الكل، هذا الكل راح يكون صعب على اثنين، كلش صعب على اثنين هذا الكل. الموضوع التعادل لصالح كارا، انت فاهم الموضوع؟ بالضبط، بس ان اللي راح يجيب هذا الكل يعني راح يصير صعب على الثاني ان راد له كلا يلا يجيبها، الا اذا كارا جاب كل واحد تعادل. صح. يا ويلي سحبه. يا حرام حرام. 118 لكام الدمج فل قسما بالله حرام. يوخ فخم محتاج كلنا باخذ يا من الروم شباب. والله شكلها لكارة يا عمري لك حرام. اوف هذا كي بطل قسما بالله حلو منك. فيك اسطوري بعدين ما خلى هيل. 40 ثانية آخر كب. راح يشرد؟ والله راح يشرد، راح يضيع وقت. راح يضيع وقت. حرام فخم تخليه. ارمي يا كارا، أوكي. أوكي رمى مكانه. رمى مكانه. آخر 20 ثانية. على الصناديق فخم، على الصناديق. الاثنين شايفين بعض. يا محمد. يا رجل انا توترت. ما راح يصير في فايت، ما راح يصير في فايت. تعادل. بلو تيم فيكتوري. جي جي. قال لك تعادل ولا انطيرو. جي جي. بالضبط.